كابتن عبد الوارث، خليني اتكلم معاك في نقاط وترد عليا بصراحه جدا. لو اتكلمنا عن مبدئيا الدعم الاداري، تمام، تاني حاجه الدعم الاعلامي، يعني شايف النقطتين دول نقطتين مهمين جدا، هل هم كافيين وبيقدموا بشكل يعني مرضي الى حد كبير، ولا برضو مازال في افضل ممكن يقدم علشان نقدر نقول ان احنا برضو بندعم بشكل قوي الفريق وفي نفس الوقت عايزين نحصل على بقى المقابل اللي هو البطوله، فبيأثر بشكل كبير؟ طبعا اكيد، بس انا شايف ان النادي الاهلي تقريبا يعني باللي انا شايفه باللي انا حاضره جوه النادي، لا هو بصراحه اذا كان دعم اداري او دعم اعلامي موجود تماما. بس احنا شفنا كابتن محمود الخطيب كمان بالزبط. يعني طبعا دعم دائم ليهم دايما، وكل اعضاء مجلس اداره على طول كانوا متواجدين مع الفريق في فتره الاعداد اللي هم قبل ما يسافروا على طول. انا شايف ان هم لا ما فيش تاثير طبعا، بس احنا دايما بطبيعتنا طمعين شويه. أيوة. احنا عايزين الاكتر، صح. فلو في اكتر طبعا دي حاجه هتفيد المجموعه وهتفيد المنظومه، ده انا مليون في الميه اكيد، يعني خصوصا ان احنا عندنا كل الجوانب. يعني خلاص انت دلوقتي ما فيش حاجه عندك فيها نقصان تقدر تعول عليها مثلا خساره ما، او تقول اصل انا ما كانش عندي مثلا الدعم اللي في الجهه الفلانيه. فهو ده اللي انا بتكلم فيه، ده كان الغرض من السؤال، ان انا عايز اخش العب وخلاص، انا ما عنديش اي شيء في تقصير على اساس ان انا لو خسرت هيبقى انا بقى اللي ما لعبتش كويس او قصرت كويس. والله هي في نقطة أنا بحب أتكلم فيها، إن هو دايما حتى لو الدعم مش بالدعم المطلوب، بس أنا عايز إيه، أنا هدفي إيه في الأول وفي الآخر، أنا هتعب ربنا هيكرمني هقدر أوصل للي أنا عايزه. حتى لو الإمكانيات عندي قليلة، وكان بيحصل قبل كده في فترات كان عندنا الإمكانيات قليلة، بس إحنا يعني بيحصل على مستوى المنتخبات بالظبط، على المنتخبات، على الأندية، على كل الرياضة. بس أنا عايز إيه، دي الأهم بالنسبة لي. أنا رايح عشان أوصل لهدف، حتى لو الإمكانيات اللي معايا محدودة، بس أنا هشتغل عليها، هتعب عشان ربنا يكرمني، وفي الآخر أكيد ربنا هيكرمني بالتعب والجهد اللي أنا تعبته، فأكيد إن شاء الله ربنا هينجحني فيها. لا مادة بإذن الله.